طبعا اليوم راح اجرب ادخل بهذا الشارع او امشي بالضباب بلندن، يعني تقريبا ان زمان ما شايفين كثره ضباب مثل اليوم. هسه راح ادخل واشوف شنو المنظر من الداخل. طبعا انا دخلت بالضباب لكن اشوف عادي، رؤية عادية، بس الاماكن البعيدة اشوفها بيها ضباب، مثلا اشوف نهاية الشارع او الشجرة اللي ورا البيت اشوف منطقة بيها ضباب، لكن بداخل الضباب ما اشوف الضباب، تشوف وضوح تام. هاي ايدي شوف، بس من بعيد اشوفها غواش. بعدني بالشارع دا امشي بالضباب، صراحة وضوح تام لكن البعيد ما اشوفه، وباردة صراحة، يعني درجة الحرارة 6. طبعا بيوت لندن حلوة الصراحة، شوفوا عصر 4 مرات قلت الصراحة حلوة نظام لندن وبيوتهم، حسنا يا اخي مناطق شعبية، بيت بصف بيت. هاي نصرح المدرسة، راح نشوف الضباب من منطقة عالية، او يعني هي تقول شلون هي مكان عالي ونزلت الشارع. شوف الضباب بالنزلة، هاي بديت بالنزلة، هاي نزلة ثانية. شوف تحس الشارع ما له نهاية، بس احنا بداخل الضباب نشوف كل شيء، بس من بعيد ما نشوف. الضباب بالنزلة منزلت للشارع، اذا صارت جواني صارت الصعدة وراي اكثر، تحسها اكثر، والغواش يعني صار تقريبا بعد 20 متر. طبعا كل ما انزل اكثر كل ما الضباب يصير اكثر، والغواش او الضباب يتقرب، تشوف يعني غواش بعد 10 مترات الصراحة، وهاي صار 5 مرة. من زمان ما شايفين ضباب بلندن. الشتاء اللي راح 2021 شوية كان برد وبعدين صار حار، يعني مو مثل باقي الشتاوات. بس حاليا انا بوسط الضباب وهذا التقاطع، طبعا بنفسي اشوف شارع ما بي سيارات بلندن او ما بي ناس. يا اخي معبش سيارات وناس، وين ما تروح ناس سيارات. هاي البنايات الجديدة بلندن طبعا صارت بها بالكونات او بالكون وعلى الطابوق البريطاني، هاي يستخدمون اعمال عادة جديدة. طبعا قبل كان ماكو اي بالكونات، كلها بيوت من هاي الشبه مثلثة، يعني شلون هاي هسه هيش، قبل كانت كلها بتمشي بباك، حاليا صارت فيها بالكونات. شوف مجمعة سكنية جديدة اصبحت اغلبيتها فيها بالكونات، طبعا بالضباب حلوة المجمعة السكنية حلوة، و بدوا يستخدمون نفس العرب البالكونات، لانه الجو بالصيف حار هنا، يعني توصل درجة الحرارة للـ40 وشمسهم قوية، يعني تغير لون البشرة، فبدأوا يخلون بالكونات والناس تقعد بيها. طبعا هاي عمارات الكونسل واغلبيتها جديدة، خلوا لها بالكونات خارجية، فكرة حلوة. وهاي تقريبا هنا المنطقة اكثر منطقة بيها ضباب، هاي ايضا مجمعات سكنية دا يبنون، وهاي هنا بعض السوبر ماركتات، واني قربت على الشغل، راح تكون يعني هاي نهاية الفيديو. صراحة يعني اليوم اجواء حلوة، هاي اول مرة ادخل بالضباب، هاي نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم وشكرا للحسن المشاهدة.